صراحة سمعت الكثير عن معركة ميدي، ولكن المجيء إلى هنا يجعلك تدرك إلى أي مدى كانت المعركة كبيرة جدا ولم تكن سهلة على الإطلاق، وأن أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية قاموا بجهود جبارة جدا جدا بإسناد من أخوتهم في التحالف العربي. أنا أقبل رأس كل جندي وجدته هنا، وأنا سعيد جدا بوجود هذا العلم يرفرف في هذه المديرية التي عادت إلى حضن الشرعية بهذه الروعة. أقول لك نحن الآن في يوم رمضاني قائض، لم نشعر قط بذرة عطش، وصراحة بوجود هؤلاء المجاهدين الرائعين هنا. أتينا إلى هنا لنكون شهودا على الدمار الذي أحدثتهم ليش الحوثي الظلامية الكهنوتية، ويعني ما شاهدناه يدمي القلب. هذه ميديا التي تم تهجير سكانها بشكل كامل، تم تدمير. كان هنا أناس يعيشون، أطفال يلعبون، كبار السن لديهم ذكريات هنا، أسر بأكملها تم تهجيرها، وهذه جريمة في حق الإنسان اليمني لا يجب أن تمحى من الذاكرة اليمنية ويجب تخليدها. نحن هنا في هذه الجبهات المتقدمة بعد ميدي لنشارك الأبطال الذين في الجبهات هذه الانتصارات العظيمة على ميليشيات الكهنوت والموت. شاهدنا هنا مشاهد تثير المشاعر ومشاعر متضاربة، بينما نرى هذا الخراب مثل هذا المستشفى الذي خلفنا الذي يعبر عن إرهاب هذه العصابات من جانب، لكنه يعبر من جانب آخر عن البطولات والتضحيات التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة للتحرر من هذه العصابات. إننا نرى من وسط هذا الدمار، نرى العمران القادم بإذن الله العمار، ونرى المستقبل المزهر. رسالتي قد قلتها في كلمات مسلحة، أقول جندي الشرعية، أنت السيد في قوم أشباه إماء، في قمم العز الشماء سماء، في شطآن بلادي بر أمان أبحرها في وجهك ماء، في الصحراء نماء، نهر حياة في مدن تكتظ بأشلاء ودماء والأمجاد ظماء، فرم جعلت فداك هلاكا صوب عداك، فكل خميني برصاصك يمنى، وارمي بذاك لنا نورا أملا صفوا روحا أنسا لحنا عزا شرفا أمنا رفدا يمنى. كيف هو انطباعك بعد زيارة مدينة ميدي المحرر؟ يا سلام، يا سلام، يا ليلى، ميدي جرحتي يا سيدي، ميدي جرحتي يا سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.